الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى 47 للاحتفال بالمسيرة الخضراء خطاب يتطلب فهم معانيه ربطه بعدد من الخطب الملكية التي ألقاها جلالة الملك منذ سنوات عديدة، أو يمكن أن نقول منذ اعتلائه العرش، وهو الأمر الذي يجعل المقاربة التنموية حاضرة على المستوى الوطني، خاصة بالنسبة للأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية، أو بالنسبة لرؤية المغرب وعلاقته مع إفريقيا. بالنسبة لهذا الخطاب أكد على أساس أنه التشخيص الذي سبق أن أجري بالنسبة للأقاليم الجنوبية، أكد على أساس أن النموذج التنموي الذي كان معتمدا قد استنفذ جميع مضامينه، وبالتالي قد وضع نموذج تنموي جديد بغلاف مالي قدر ب 77 مليار درهم. الخطاب أكد على أساس أنه 80% من نفقات هذا الغلاف المالي قد تم الالتزام بها، بمعنى أنها على أهبة الانطلاق كمشاريع بنيوية مهيكلة للأقاليم الجنوبية. وتحدث جلالة الملك في هذا الخطاب عن مشروع أساسي قرب من الاكتمال، وهو المتعلق بالطريق السيار تيزنيت الداخلة. للإشارة فقط، هذا الطريق السيار سيغير المنطقة من الناحية التنموية رأسا على عقب، لأنه سيجعل الداخلة والمناطق الجنوبية للمملكة المغربية مرتبطة بشكل مباشر بأوروبا، بحيث أنه من مدينة طنجة يمكن للإنسان أن يبقى في طريق سيار واحد إلى أن يصل إلى مدينة الداخلة، ولنا أن نقيس هذا بحجم التكلفة المالية التي ستنقص على نقل البضائع، والتكلفة الزمنية أيضا التي ستسمح بنقل البضائع في شروط آمنة بالنسبة للقارة الإفريقية. وهذا سيحول مدينة الداخلة بطبيعة الحال إلى منطقة عبور استراتيجية وأساسية وضرورية، وبالتالي ستصبح بطبيعة الحال هي المعبر إن صح التعبير للبضائع وللأشخاص الذين يأتون من أوروبا نحو إفريقيا، بالأخص بالنسبة لدول جنوب الصحراء. المقاربة التنموية هذه التي قام بها المغرب هي مقاربة بالنسبة للأقاليم الجنوبية تروم عدة نواحي. أولا، تروم تزويد المنطقة بالطاقة، والخطاب أكد على أساس أن المنطقة تم ربطها بشكل نهائي بالشبكة الكهربائية الوطنية. معنى ذلك أن هذه المناطق تحدث أمرا صعبا على مستوى التزويد بالطاقة الكهربائية، وأنه لم يعد هناك ما يخاف عليه على هذا المستوى. الأمر الثاني وهو أن هذه المنطقة فيها استثمارات ضخمة فيما يتعلق بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، الماء الصالح للشرب انطلاقا من تحلية مياه البحر. ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن هذه المنطقة تروم يعني نوعا ما المشاريع المهيكلة تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وبالتالي هناك تركيز على الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها بالنسبة للمنطقة، والتي تروم في نهاية المطاف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وكل هذه أمور أساسية. للإشارة فقط، هذه الأراضي الذين يستثمرون فيها هم شباب ينتمي إلى المناطق الصحراوية، دون أن ننسى بطبيعة الحال الحديث عن تأهيل المنطقة فيما يتعلق بإعادة وتثمين المنتوجات البحرية. هذه مقاربة تنموية جديدة للأقاليم الجنوبية. ومن ثم تحدث عن الخطاب الملكي فيما يتعلق ب ربط ما هو سياسي ودبلوماسي بالتنمية، هو أمر بالنسبة للمغرب يشكل خارطة الطريق واستراتيجية حقيقية للتنمية في الأقاليم الجنوبية. لابد من الإشارة إلى أن هذه المناطق المغرب مكنها من كل ما يمكن أن يكون يعني أساسيا بالنسبة للتنمية، ولا بد لفهم ذلك من مقارنة اللحظة التي غادرت فيها إسبانيا هذه المنطقة وما تركتها، بالرغم من أن إسبانيا كانت لها إمكانيات كثيرة تفوق إمكانية المملكة المغربية، وبطبيعة الحال لا زال ما تركت إسبانيا يعتبر بين الآثار في مدينة العيون وفي مناطق صحراوية أخرى. لمن أراد ذلك أو أن يتيقن من ذلك، ما عليه إلا زيارة الأقاليم الجنوبية ليتأكد من هذا الأمر. الأمر الثاني الذي ورد في الخطاب الملكي، والذي لا يمكن فصله إطلاقا عما ورد بالنسبة للمحور الأول الذي تحدثنا عنه، وهو فيما يتعلق بأنبوب الغاز الذي سينطلق من نيجيريا ليصل إلى المغرب، ثم يعبر المغرب ليصل إلى أوروبا. أولا، هذا الأنبوب
سيقوم بخلق تنمية وإطلاق ديناميكية تنموية في غرب إفريقيا لم يسبق إطلاقا أن شهدتها المنطقة. سيجعل ما يقارب من 420 مليون نسمة تستفيد من ثروات إفريقيا. لأول مرة الخطاب الذي سيجمع الأفارقة سيكون خطابا تنمويا واقتصاديا بالأساس. سيقوم المشروع أيضا على عقلنة الاستفادة من موارد الطاقة الإفريقية. نعلم بأنه لكي تخلق تنمية لابد من الطاقة. هذا الأنبوب سيوفر الطاقة بالنسبة لكل هذه الدول التي سيمر منها. المشروع أيضا سيجعل الضفة الغربية للأطلس الإفريقية سيتمنها وسيجعلها قبلة لاستثمارات هائلة ستنصب عليها من المستوى العالمي. لابد من الإشارة أيضا إلى أن هذا المشروع الذي سبق للمغرب أن أطلقه رفقة نيجيريا، هذا المشروع هو يختلف عن المشاريع السابقة التي كانت تتقدم بها الكثير من الدول الأوروبية والتي لم تكن تنظر إلى إفريقيا بشكل موحد، وإنما كانت تتعامل مع كل بلد بشكل منعزل في إطار اتفاقية ثنائية من أجل أن تستفرد به وأن تنتزع أكثر ما يمكن على المستوى التنموي. المشروع بطبيعة الحال يروم خدمة غرب إفريقيا بشكل جامع وبشكل شامل وبشكل يمكن أن نقول بأنه يستحضر مقاربة يحضر فيها البعد الإنساني أولا وأخيرا. وهذا المشروع إذا ما اكتمل ستستفيد منه أيضا أوروبا، لأنه سيخلص أوروبا من التوفر على زبون واحد هو الذي يزودها بالغاز، وستصبح مصادر الطاقة عندها متعددة. ومن ثم يمكن أن نقول بأن هذا الأمر يدخل أيضا في إطار رؤية المغرب التنموية وفي إطار رؤية المغرب الخاصة بالتعامل مع العالم. نعلم أنه إلى حدود سنة 1999 كنا نعتمد دائما على شركاء آخرين، أوروبا بالأخص على أساس أنها الشريك الاقتصادي الأساسي، ولكن طيلة فترات تعاملنا مع أوروبا كان ميزان الأداءات دائما يميل لصالح أوروبا ولم نستطع أن نحقق على الأقل التوازن. عندما قرر المغرب انطلاقا من تشخيص حقيقي وانطلاقا من دراسات حقيقية ومعقولة أن ينفتح على إفريقيا تغير كل شيء، والآن إفريقيا هي أولوية بالنسبة للمملكة المغربية على مستوى التنمية، وهي أيضا مستقبل المغرب الذي سيكون حاضرا على مستوى جميع السياسات العمومية وعلى مستوى جميع السياسات العامة وعلى جميع مستوى الاستراتيجيات الكبرى.